انا عايز اقول لكم على حاجه في القوات المسلحه وحتى للمصريين. اكتوبر بالنسبه لنا هو ليه معنى كبير قوي، لان هو كان عبور من حاله ياس الى امل، ومن حاله احباط الى فخر، ومن حاله هزيمه الى حاله نصر. وبالتالي في كل سنه بنتذكر الجهد والتضحيه اللي قدمتها مصر وقدمتها القوات المسلحه من اجل التحقيق اللي انا بقول عليه ده. والنهارده بعد 50 سنة مهم قوي ان احنا نستخلص الدروس والعبر ونستمر في ذلك.